كديري لاباس كدير مع الصحه لاباس عليكم هانين مبروك عليكم العواشر تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم غنوجد معكم حريشات مالحين تشوفوه معايا كيفاش كيجيو كيجيو لذاذ وبنين نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. يلا نبداو بالمكونات وطريقه التحضير. كيلو لا روب ديال السميده نتوما تقدروا ديروا القدر اللي بغيتوا نص كيلو كيلو كل واحد على حساب الافراد ديالو. نص كيلو ديال كيلو لا روب ديال السميده رقيقه بصله كبيبره شويه مقطعه قطع صغيره فلفله حمراء حتى هي مقطعه قطع صغيره وفلفله خضراء الا عندكم الصفرة حتى هي ديروها. هنايا فرماج احمر القدر اللي بغيتو نتوما الزيتون مقطع على هذا الشكل وعلبه ديال التونه والزيت البلديه والعطريه كنديروا شويه ديال الزعتر والملحه والبزار ومعلقه ديال السنيده ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال العجينه وشاصيه ديال الخميره ديال الحلويات. وهنايا السميد اللي غنفند فيه الحريشه. يلا نبدا بطريقه التحضير. غناخذ مقله غنفرغ شويه ديال الزيت البلديه من هذا الكاس اللي عندي عامر غنضيف عليه البصله غنحركها مزيان في الزيت غنضيف ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار ونحرك المكونات ونخلي البصله ديالي تطيح ليا ونضيف ليها الفلفله حمراء والفلفله خضراء ويطيحوا شويه ونرجع. هاد الحريشات تيجيو لذاذ وبنين وتيجيو شهوه منهم تقدروا توجدوهم في الكوتي او الوجبات لفطور رمضان ان شاء الله. دابا ملي طاحت ليا البصله شويه غنضيف عليها هاد الفلفله الخضراء الفلفله حمراء عفوا والفلفله الخضراء يطيبوا لينا شويه باش ما يجيوش قاصقين في الحرشه ونحيدوهم يطيحوا شويه ونصفيو عليهم ونحطوهم يبردوا لينا. البصيله ديالنا هي الفلفله طابو غنصفيو عليهم ونحطوهم هنا في الخبزيل هكا يبردوا لينا. نخليهم يبردوا هنا على جنب ونوجد معكم الحريشه ديالنا السميده. غناخذوا هاد الزيت البلديه اللي بقات ليا نديروا هكاك شي نص كاس ونبسبسوها مزيان حتى يندمج مع هاد الزيت. غنضيف هاد المكونات الزعتر غنضيف الملحه غنضيف شويه البزار معلقه ديال السكر سنيده ديال الفرن معلقه ديال السكر سنيده ومعلقه ديال الخميره ديال العجينه وشاصيه ديال الخميره ديال الحلوى. اللي ما بغاتش دير الخميره ديال العجين دير جوج شاصيات ديال الخميره ديال الحلوى ونخلطهم مع بعضياتهم مزيان. ما قلتش لكم في المقادير على الماء هي الماء عادي من الروبيني. دابا غنضيف هاد البصيله فلافل ونحركهم مزيان حتى ديك السويته اللي
كاينه في البصله وهذا حتى هي تدخل ليا مع السميده باش تنكح لينا مزيان. ونضيفت هذا الفرماج، الفرماج تيجي زوين وتيجي يلدد لينا هاد الحريشه مزيان. ديروا القياس اللي بغيتو نتوما، ندير هاد التونه بالسويته ديالها وندخلها حتى هي مزيان مع السميده وناخذ الماء ونحركوا هاد السميد ديالنا. ما نحاولوش نعجنوها، نحركوا هكا بيدينا حتى تجمع لينا السميده باش ما تجيش لينا معجنه من الداخل. دابا مني عجنت هاد العجينه ديال الحرشه حتى نخليو الزيتون الكحل حتى الاخر، عاد باش تنضيفو تنعجنوها باش ما يطلقش لينا فيها ثاني، ونخلطو مزيان معاها. انا درتها شويه جايه، نخليوها حتى تشرب لينا شويه الماء اللي دارت ليها، ورجع معكم باش نخبزها. نخليوها شي 5 دقائق حتى 10 دقائق، ما نخليوهاش بزاف حتى ما جريتهاش بزاف. هاد الشكل ديالها كيفاش كيجي، دابا ناخذ المقله الثقيله غتكون بارده غنحطها هكا، نحط فيها هاد الليمون وناخذ القياس ديال الحريشه هكا صغيره تكون مغليضه مرقيقه، ونمررها هكا في المرمده هكا في السميده الرقيقه مزيان، ونحطوها هنا في الماء ديالنا ونقرصوها. نضغطوا عليها هكا باش ما يبقاوش الصبيعات ديالنا مصورين، ونهزوها على هذا الشكل. نفس الشكل نعاود نمرمد هذه هكا، نحطوها هكا في المقلة نقرصوها. نضغطو عليهم هكا باش ما يجوش الصبيعات ديالنا مصورين فيهم، نحطوهم على هذا الشكل. الشكل ديالهم تيشهي، تيجيو هاد الالوان وهذا، وتتجي لذيذه مع الطون ومع داك الفرماج كتجي رائعه. راه ما فيهم لا روينه لا حتى شي حاجه، بسرعه توجدوهم. دابا غنحطهم على عافيه مهيله ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، ومن يطيبوا نبقاو نقلبوا بالوحيده بالوحيده ونضغطوا عليهم حتى يطيبوا ان شاء الله. دابا نقلبوهم على الوجه الاخر ونضغطو عليهم هكا
باش ياخذوا الشكل ديال طيبوا معنا الحريشات ديالنا ونرجعوا معاكم. وهما الحريشات ديالنا طابوا، غنحيدهم معاكم. اللي ما طابش نخليها تطيب على خاطرها، بقاو تحركوا فيهم بشويه بشويه حتى يطيبوا. هادي باقا شويه، هادي تاهي باقا شويه، غنخليهم يطيبوا. نكمل الخبيز ديال الحريشات ديالي، نقطع عليهم العافيه تكون مهيله، ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. اللي قلبوا نضغط عليهم باش يشدوا الشكل ديالهم التاح. نقطع عليهم هكا ونخليهم ياخذوا لينا الشكل الذهبي هكا، نخليهم على عافيه مهيله باش يطيبوا لينا من الداخل، ويجيو لينا رطبين من الداخل ومن برا مقرمشين. نضغطوا عليهم مزيان هكا ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. وهو الشكل النهائي ديال الحريشات ديالنا اللي خبزناهم، تيجيو لذاد وتيجيو فنين. يجربوهم وغتوليو مدمنين عليهم، تيجي المذاق ديالهم بحال شكل كتاكل بيتزا، تيجيو رائعين. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. دابا نقطع لكم حيطه وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. طيبين من الداخل، ديروهم نتوما مرقه مغلاط باش يجيوكم زوينين. وهذاك الفرماج تيدير لهم التعليكه من الداخل، تيجيو هشاش وزوينين، كيجيو غايه في الروعه. دابا مقالي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا على المشاهدة.